السلام عليكم متابعينا الكرام، قبل لا نبدأ بالتفاصيل أتمنى تحط لايك للفيديو وتشترك بالقناة وتفعل الجرس حتى توصل لك كل أخبارنا العاجلة والمهمة. هاي قناتنا على التليجرام، اللي يحب ينضم لها رابطها راح يكون أسفل الفيديو بالوصف. عاجل، لجنة التربية النيابية تطالب الحكومة بتخصيص مبالغ مالية للطلاب لتشجيعهم وتحفيزهم على الاستمرار بالدوام. عضو لجنة التربية هوشيار قرداغ إن وراء ازدياد الأمية العديد من الأسباب، أبرزها الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لجنة طالبت الحكومة بزيادة التخصيصات المالية لوزارة التربية، ولكن ما يؤسف له عدم اهتمام الحكومات بالجانب التربوي. مثل ما سمعتوا طلاب التربية النيابية، للطالب الحكومة أن يخصصون مبالغ مالية للطلاب على مود يشجعوهم ويحفزوهم على الدوام، بيستمرون بالدوام، لأن مثل ما تعرفون بالفترة الأخيرة لغوا الدوام الحضوري واستمروا فقط على التعليم الإلكتروني لجميع المراحل. فالتربية النيابية للطالب بتخصيص مبالغ مالية للطلاب على مود يشجعون ويتحفزون ويستمرون بالدوام. وهذا كل ما بالخبر، نتمنى التوفيق والنجاح للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.